اتصدر اسم أولاد مصر اللي رفعوا اسمها في الأولمبياد الترند محليا وعالميا، وده بعد ما هم قدروا أنهم يحققوا 3 ميداليات مهمة جدا لمصر. وطبعا كان اسم البطل أحمد الجندي في المقدمة، وده بعد ما هو قدر أنه يحقق ميدالية ذهبية غالية جدا لمصر في منافسات الخماسي الحديث بعدد نقاط 1555 عشان يكسر الرقم القياسي العالمي واللي كان بعدد 1551 نقطة. وطبعا كان في ساره سمير واللي قدرت انها تحقق فضيه رفع الاثقال، وكان من اللقطات اللي اتصدرت الترند بكاء ساره بسبب عدم قدرتها على تحقيق الميداليه الذهبيه، وكمان فيديو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهو بيحتفل بفوز ساره وتشجيعه ليها. وكعادة الرئيس السيسي وحرصه على دعم وتشجيع الرياضيين، قام بتوجيه التهنئة للأبطال من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية وقال فيه: أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، لقد رفعتم اسم مصر عاليا. أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف، إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر اللي تعتبر مصدر فخر لوطننا الغالي.